اعلم أن خيرنا لنسائه، وخيرنا خيرنا لأهله كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن جمال الحياة ومن ذوقها إفصاح الزوج لزوجته عن مكنونات قلبه. ليس من العيب أن يقول أحبك، ولا أن يعلن ذلك لأبنائه ولا لبنياته. حبيبنا عليه الصلاة والسلام أعلن حبه لعائشة، بل قال لبنته فاطمة: أتحبينني؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الثاني من الذوق في الحياة الثناء. إن انعدام الثناء والشكر في الحياة الزوجية يجعلها معاشر الأخيار تتجرع وتكون شوكا وعلقم، أثني عليها. فإن أحيانا مسحة الثناء على وجه متعب تتعب في المطبخ طويلا، تأتي من وظيفتها في التعليم مثلا، تعود إلى بيتها، أطفالها، أضيافك أنت، فإذا أثنيت ودعوت كأنما كنت البلسم الجميل الذي يزيل آثار التعب كلها. وما يلقاها إلا الذين صبروا. جمال في الحياة يوم أن تثني على كل ركن من أركان البيت ترى قد جمع.